على كل مشاهدينا، برحب بحضراتكم معانا حلقة جديدة ويوم جديد مع ست الستات. النهاردة أول أيام الأسبوع وأول فقرة معانا النهاردة فقرة بجد بتخلينا كده حاسين بفخر وباستمتاع وبتفاؤل، لأن النهاردة معانا بطل. على فكرة أقول لكم حاجة، يعني من النادر أن أنا أفضل أفتكر ضيوف جولي في برامج عبر السنوات، لأن ما شاء الله كل يوم بنقابل ناس جديدة وأسماء جديدة وجوه جديدة، لكن بطل النهاردة أنا فاكراه مع أنه كان معانا سنة 2017. هو بطل من نوع خاص، قدر بعزمته أنه هو يكتب اسمه بحروف من نور في عالم الرياضة. النهاردة معانا البطل المصري السباح محمد الحسيني، الملقب بسباح المانش، بقى خلاص تخصص مانش، وأيضا ملقب بنيمو. هو من أبطال من ذوي الهمم ونجح في عبور بحر المانش مش أول مرة، لكن المرة دي كان متحدي برودة الجو، طيارات المانش العنيفة بعزمته وبإصراره، واللي عرفته كمان اتحدى الضلمة القاسية جدا. وبكده دخل الشاب المصري محمد الحسيني اللي هو من ذوي الهمم التاريخ من أوسع أبوابه. النهاردة احنا بنبارك لمحمد الحسيني وبنبارك لمصر، بنبارك لنا كلنا الحقيقة، ألف مليون مبروك. وبكده نبقى حققنا رقم قياسي جديد للدمج في المانش الاثنين، الذهني والحركي. وهو ده العمل، اقول لكم مفاجاه، واثار اعجاب كل الاوروبيين بالانجاز المصري الكبير. ومشرفنا كمان معاه النهارده والده الاستاذ الحسيني تاج الدين، وبرحب بيكم معانا استاذ حسيني. ومحمد الف الف مبروك يا بطل. الله يبارك فيك. عايزه ابدا معاك بقى، يعني انجاز كبير بيضاف لانجازاتك، احكي لي كده يا محمد، المره دي كان المانش اصعب ولا اسهل من المره اللي فاتت؟ عايز اقول رسالتين قبل ما اتكلم. اتفضل. اول رساله، نقطه ضعفنا الكبرى هي الاستسلام. ايوه عندك حق. يعني بيعلمنا ان احنا ما نستسلمش، يكون عندنا التحدي والاصرار والعزيمه. وانا من 2017 وعدت كل المصريين، صح، ان انا هعمل المانش تاني. وانا هو نفذت كلمتي وعملت المانش تاني في 2022. بفضل ربنا، الحمد لله بفضل ربنا. دي اول رساله. تاني رساله لازم كل الناس تسمعها، انا بهدي النصر بتاع المانش لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عشان لولا فخامة الرئيس ما كناش نلاقي حد يشجعنا ويهتم بينا. ده حقيقي، ده حقيقي. مبروك مرة تانية. الله يبارك فيك. استاذ حسيني، انا يعني مش عارفه اقول ايه بعد اللي قاله محمد، خلص يعني خلص الكلام. عايزه ارجع تاني، ايه اهميه السباق المره دي؟ وعايزه حضرتك كده تحكي لي برضو ايه الفرق ما بين المره دي والمره اللي فاتت مع محمد. المره اللي فاتت كانت محمد كان عاملها فردي، فنزل فردي عمل 17 كيلو في 6 ساعات تقريبا، تقريبا نص المسافه. وفي نفس الوقت هو حاجه و30 كيلو، 36 كيلو، 36 كيلو، صح، 36 ولا 36 كيلو، 36 كيلو. كابتن خالد جاب له الشهاده ان هو اول، كان ساعتها يتقال عليه طفل 17 سنه، طبعا اول طفل داون سيندروم على مستوى العالم يعمل محاوله فرديه لعبور المانش ويقطع فيها 17 كيلو في 6 ساعات متواصله. وعشان الانجاز ده سياده الرئيس كرمه وخد، يعني خد منه احسن حضن اتاخد في مصر كلها. محمد خده من السيد الرئيس. فدي محمد من ساعتها كان وعدنا، وعلى فكره جاي هنا برضو قال لي كان هعملها. ايوه تاني. انا فاكره كويس. كانت في حدود 12/9 حاجه كده 2017. هعملها تاني. هو حافظنا، احنا بصراحه حافظنا على اللي عمله الكابتن خالد شلبي معاه، تدريباته والميه الساقعه واخده على الميه الساقعه ازاي. وبعدين كان خالد على طول برضه متابع، يعني خالد مش يعني خالد بقى يعني شريك معايا فيه، يعني طبعا اب روحي. طبعا المدرب لا يقل اهميه عن الاسره والاب بالظبط. فجينا وابتدينا كده اهوت. فالمهم قامت فكره كانت جميله جدا، كان عمل برضه خالد بيعمل بطولات جامده قوي في الغردقه، بيعمل سياحه رياضيه حلوه قوي، بيجيب ناس من اجانب ويعرفوا ان مصر شغاله ازاي يعني.
فكان في ناس احتياجات خاصه في المانيا، سباحتين، واحده ذهني واحده حركي. طلبت ان هي تخش في فريق التتابع العام الخالد، فدخلوا هو عمل فريق التتابع. الفريق ده ذوي الهمم بس ولا ما هو بقى حلاوته في حاجه بقى كابتن خالد عمل ايه؟ عمل اربعه ذوي الهمم، محمد وهو خالد شلبي عابر المنش في سنه 83 بدراع واحده احتياجات خاصه برضه، وعندك اثنين احتياجات خاصه من المانيا، واثنين اسوياء، كابتن شروت بطله اولمبياد سنه 84 واحمد اسامه الولد اللي انا ان شاء الله بتمنى له ان شاء الله في 1/9/3/9 عنده اول منش في ارضي، ربنا يكرمه ويعملها يا رب. يبقى ساعتها احنا كده عملنا ضربتين في لمصر باذن الله، من اهم الانجازات الرياضيه. اسبوعين رفعنا علم مصر على فرنسا. فكان الميزه في دي بقى دي دمج دولي ودمج اسوياء مع احتياجات خاصه، تلتين احتياجات خاصه يعني التلتين احتياجات خاصه والتلت بس يبقى احتياجات خاصه واثنين اسوياء. والاثنين اسوياء برضو يعني في بقى ميزه ثانيه في حاجه ثانيه، خالد عمل عبقريه جامده جدا، وكان طبعا هو المشرف على الكلام ده كله يعني بصراحه اللي انا بشكره من هنا الوزير اشرف صبحي سياده الوزير من 2019 20 او 2020 متابع الفريق دوت وهو متحمس جدا تدريبات او كان كل بعتات محمد يعني محمد يحكي لحضرتك ان محمد اساسا كمان مذيع انا عارف يا محمد انك مذيع. فالوزير سياده الوزير كان برضه واخد باله من الموضوع دوت جدا ومتابع، حتى محمد في شهر 2 كان نزل على مركز الطب الرياضي وفر حاجات كتير قوي على محمد، ما اروح هنا ايكو هنا اشاعات هنا تحاليل هنا بطن كله في مكان واحد رعايه واهتمام. ثلاث ايام كان من ثلاث ينزل مكان واحد تخلصي كل حاجه، الوزير يطمن على محمد حتى لما يسافر كان الوزير بيتابع البعثه كل يوم، بعت اثنين موظفين كبار معاهم في البعثه. كان في فرق كبير قوي بين 2017 و2022 في وزير في وزاره. محمد احكي لي التجربة المرة دي او السباق المرة دي انت حسيت بصعوبة فيه؟ بابا قبل ما نطلع على الهوا كان بيكلمني على الضلمة، على الظروف اللي هي كانت قاسية شوية في سباق الماتش. انا هبتدي من اول خالص. اوكي، اول حاجة لازم اعرف نفسي الاول. ايوه، انا اسمي سباح محمد الحسيني. ايوه، للعابر للمنش، ولكن اسم سباح محمد حسيني ملقب بسباح المنش، واشتركت في بطولات كتير طبعا، ورحت ثلاث بطولات دوليه في الغردقه اللي نظمها كابتن خالد شلبي وجاب كل السباحين من العالم. وفي الوقت ده كابتن خالد شلبي ركز عليا وشافني، عشان شافني ان انا سباح كويس وشاطر. ايوه، أخبرني أقوم بمحاولة فردية لعبور المنش. وبعدين رحت قناة السويس أفرد علم مصر وزنه 2.25. أيوه، قمت بيه 5 كيلو سباحة ما شاء الله عليك، وفي عز الجو الحر كان درجة 40. كده رحت قناة كده رحت إيطاليا منتخب مصر لبطولة عالم في إيطاليا في فرنسا 2016، واشتركت في 8 سباق اساسيين و4 تتابع. ايوه، وكنت اصغر سباح الله اكبر في البطوله دي. وعملنا بقى معسكر مقفول في غلده 3 سنين بتدرب كل يوم بتدرب 5 ساعات في الساعه 3 كيلو بتدرب في اي وقت، صبح بالليل ظهر بالليل عز الفجر ما بخافش عشان واثق في ربنا. سبحان الله، اول حاجه في ربنا والتاني حاجه في المدرب بتاعي كابتن خالد شلبي اللي هو بيقودني. المنش ضلمه قوي يا محمد، انت نزلت يعني بابا بيقول لي ان نزلت في اصعب وقت لعبور المنش. ايوه اصعب وقت. لازم اقول لك حاجه كلها بترتيب. لا بس قول لي احكي لنا اول صعبه دي. اول اصعب ساعه كانت البدايه من جبل دوفر بالليل 3 الفجر. 3 الفجر. اظن مفيش نور خالص. ده ايوه ضلمه، وكنت عارف طريقي فين ما شاء الله. هو عشان هو عنده خريطه نزل قبل كده طبعا في وسط المراكب. وكابتن خالد شلبي كان معاك كام مركب؟ كانت 11 مراكب. 11 مركب بيعملوا عبور. وكابتن خالد كان بيدور عليا ساعتها. كابتن خالد شلبي كان واثق فيا تماما
بس يعني ايه بيدور عليك يا محمد؟ هو محمد عشان عارف سكته فراح جاب الدوفر وراح معدي المركب ومشي. فانا فالمفروض ان هو يبقى ماشي موازي للمركب علشان بس هو محمد عايز يعني يخلوا بالهم منه. الحمد لله بس هو لا بس كابتن خالد يعني كابتن خالد زي ما بيقولوا ايه يعني فني جامد قوي يعني. فهو كان عارف محمد ابنه بيعمل ايه ان هو مربيه وعارف. فالمهم جابه بعد كده بس انا كنت بتابع معاهم على الهواء بقى مباشر. طبعا حضرتك جالك بقى ايه هبوط في الدوره الدمويه. انا لو شوف انت لو شفتيه وهو لابس يعني معلقينه بتاع فسفوريك عشان يبان في الضلمه انا شايف حاجه كده زي افلام الرعب جت كده راحت كده ومشيت كده. وبعدين فين وفين خالد بيقول فين محمد اهو عدى المراكب. هو خاف من محمد عارف عايز عارف طريقه فعدى من المراكب وخد طريقه وشق طريقه ارتحت نفسيا بعديها وخالد وسكت. انا يهمني اعرف طبعا دور الاسره هنا ودور حضرتك يعني دور موازي لكل الانجازات الرياضيه لان لولا اهتمامك وقد كده حرصك على ان محمد يبقى بطل من ابطالنا قولي تعبت قد ايه؟ بصي انا هقول لك تعبت قد ايه؟ انا محمد ربنا رزقني بيه نقول 1/1/2000 يعني هو اتولد 2/12/99 كان الايام دي اللي يترزق باي حد احتياجات خاصه زي ايام قريش اللي البنت تجيله وش اسود ويدفن البنت اللي يجيله احتياجات خاصه جهل بيخبيه طبعا ما بينزلوش يعني كمان ممكن في درجه ان في ناس عارف كانوا بيقول لك بيستخسروا ماكلوه ولبسوه ومش عارف لا حول ولا قوه. واعرف ناس مستويات كانوا يعني معادين الولد اللي عندهم او البنت اللي عندهم متبرير يعني مكسوفين يحطوهم فوق الروف في اوضه تحت ما حدش يعرف لهم. فكانت الدنيا ضلمه بس انا يعني انا وكم اسر يعني معدودين يعني حفرنا في ميه. بس انا بقول بقى ان من ساعه ما جه سياده الرئيس انتوا الدنيا منوره عندكم. انتوا جيتوا النور منور ابيض واخضر واحمر واصفر وفي فلاشات وفي عساكر بتقول لكم شو ازاي لا وفي اهتمام بقى وفي للنور كل حاجه احنا فعلا احنا كنا الجايد ليكوا بجانب بقى جه الرئيس فتح الدنيا خالص صحيح يعني على راي محمد بيقول ان هو ليه يا محمد انت بتقول لولا ما كانش في حد يهتم بينا ايه اللي حصل معاك؟ عشان لولا فخامه الرئيس مفيش حد هيهتم بينا ولا يشجعنا. عشان ليه؟ عشان فخامه الرئيس اول ما جه نور النور وفعلا قال فتح النور وقال كمان امشوا مع المتخصصين بالظبط وعمل لكم ايه؟ كمان عمل كونين الاعاقه والدمج وسنه كامله لمين؟ دي احتياجات الخاصه 365 دايز وكمان عملنا دمج في حاجتين برضو في الدراسه وفي الشغل صحيح المدارس خلاص والجامعات وعمون جبت 97 وربع في ما شاء الله ثانويه عامه ودخلت في كليه اداب بجامعه عين شمس سنه ثالثه قسم علم اجتماع الله اكبر عليك كمان عملنا كمان دمج في الشغل انا بشتغل زي اي حد بيشتغل لكن المستخدم من النص يكون مذيع مسؤول الاحتياجات الخاصة. قلت انا ما كملتش فين بتشتغل فين مثلث ومذيع؟ قلت منسق ومذيع مسؤول الاحتياجات الخاصة في وزارة الشباب والرياضة. الله عليك الله عليك كده. لا ما قلتهاش سؤال اخير لان للاسف طبعا احنا المفروض نقعد مع بعض 4-5 ساعات نحكي عن انجازات محمد وبركه ربنا معاه في كل الانجازات دي. ايه اللي جاي يا محمد؟ في سباق تاني جاي بتحضر له؟ ايه؟ كابري نابولي في ايطاليا بين كابري نابولي بين جزيرتين اوكي بينهم قد ايه؟ زي طول المانش 36 كيلو 36 كيلو ده هتبقى أول مرة تعديهم أول مرة تعمل العبور ده أول مرة هعمله هتعمله بإذن الله هتعمله إن شاء الله طب إن شاء الله في استعدادات في هيروح مكان السباق قبلها بمدة كافية هنبتدي تاني المشوار بس هو واخد راحة سلبية بقى يعني دلوقتي في حاجة راحة سلبية بالنسبة ليه طبعا عشان عضلاته فيبتدي بقى المشوار تاني مثلا شهر 10 نبتدي كده أو نص 9 احنا هنتابع معاكم وبتمنى لمحمد كل التوفيق ولحضرتك ربنا يبارك لك في محمد وفي كل اللي بتعمله معاه كتب اسم مصر مرتين ما شاء الله محمد في 2017
بتتكتب في 22، وهيكتب كمان وكمان طول ما في قيادة واعية عارفة أهمية الشباب بتوعنا، سواء كانوا من الأسوياء أو من احتياجات الخاصة أو ذوي الهمم، لأن مصر فيها مواهب كتير جدا جدا. بشكر حضراتكم أستاذ حسيني ومحمد، بشكرك شكرا جزيلا، ألف مبروك مرة تانية، هنتقابل تاني وبرضو هكون فاكراك كويس جدا، وهناخد فاصل ونرجع مع حضراتكم نكمل باقي فقراتنا. الفقرة اللي جاية معانا عن شركات ومشروعات مصرية بيديرها مصريين وبتكون جزء مهم جدا في عجلة الاقتصاد المصري، خليكم معنا.